تعبت ولا لسه ما تعبتوش؟ هذه السنة حفل جويا أوردز 2022 استحدث جائزة صناع الترفيه الفخرية، وهي جائزة من خارج إطار الفئات اللي صوت عليها الجمهور. تمنح هذه الجائزة كتقدير وتكريم لشخصية معترف بمسيرتها وإنجازاتها في مجال صناعة الترفيه. افتحوا كتاب تاريخ السينما المصرية هتلاقوا فصل كامل باسمه. إنك تكون مخرج أحياناً ممكن يكون شيء عادي، بس إنك تساهم في تشكيل وعي جيل بكامله ولسه مكمل، ده اللي مش عادي. أعمال على مدار أكتر من 30 سنة صنعت منه حدوتة مصرية سينمائية ممتعة. الأستاذ شريف عرفة قبطان مركب تركبي معاه وأنت مغمضة. ده كان عبقري. هو واثق في اختياراته من الممثلين. مخرج ومؤلف ومنتج مصري. شخصية عظيمة شرفتها بزيارة النهاردة. ومسيرته الإبداعية تمتد لأكثر من 3 عقود. شريف عرفة بأسلوب السينما المتفرد. دور المخرج إزاي يبرز النجومية والموهبة. وله أفلام كثيرة حققت المعادلة الصعبة. ونجاح الفيلم مش من الشباك بس، هو وقت وهو عمر. انت تكتب عليك تكون الكبير. أعاد تشكيل السينما المصرية مثل ما عرفناها، وأفلام اللي أحدثت موجة سينمائية جديدة حققت أيضا المعادلة الصعبة. الخير يا حلوين. تعاون مع كبار صناع السينما المصرية وممثليها. هو انتوا تركبوا الترمي زينا برضو؟ يعني من النهاردة مفيش الناظر صلاح الدين. وقدم أعمال صنعت ثورة في مضمونها ومعالجتها السينمائية لمواضيع حساسة تمس المصريين والعرب، منها الإرهاب والكباب، المنسي، وطيور الظلام. مين قال الطيور على أشكالها؟ ومع بداية الألفية الجديدة اتجه إلى سينما الشباب وساهم باكتشاف وجوه جديدة أثبتت جدارتها. ده بيخرجني وبيفسحني في كل حتة. مسيرة المخرج شريف عرفة، كل أعمال المتنوعة والمختلفة. يقولوا ما ينفعش محارب وهو بيحارب يبقى خايف. هي مسيرة تميزت بمحاكاتها لأحوال الشارع المصري. الجزيرة ارجع لها رجلها. قصص الناس، أحلامهم وآلامهم، وساهمت في تشكيل وعيهم وتغيير أفكارهم. مسيرة لا زالت مستمرة بتقديم الإبداع. النجاح صنعتنا احنا، مش صنيعة نفسه. وطبعاً الترفيه. هو اللي كان عنده الشجاعة والجرأة إنه يرجع فن الاستعراض للسينما. يا فتحي! أبو ناصر بن شغل، تفضل معنا هالبث. والآن وليتفضل صاحب المسيرة الاستثنائية شريف عرفة لتسلم جائزة صناع الترفيه من معاليه. شكر جدا، شكر جدا، شكر جدا، شكر جدا. يعني الحقيقة أنا بشكر معالي الشيخ تركي آل شيخ، والحقيقة يعني تكريمي في السعودية هنا وفي الرياض بالذات، وأنا أول مرة أجي هنا شرف ليا كبير. الحقيقة اللي شايفه واللي عايز أقوله إن اللي حصل النهاردة في المهرجان شيء كبير جدا، لأنه أنا شايف إنه الفن يمكن من الحاجات القليلة جداً اللي بتساهم في وحدة أمتنا العربية. كلنا لما بنسمع المطرب الكبير محمد عبده هنلاقينا في مصر بنقول الله. لما بنتفرج على مسلسل سوري أو مصري في أي حتة بنكون سعداء بيه. التنافس في الفن مش زي التنافس في الكورة. التنافس في الفن التنافس أكتر فيه حب، أكتر فيه معرفة، وده بيورينا قيمة الفن. قيمة الفن اللي هو لازم كلنا نقدره،
لأن الفن مش رفاهية. الفن سواء كان سينما أو تلفزيون أو طرب أو موسيقى هو غذاء للروح، هو الروح اللي هي بتبث في الشعوب. أنا بتشرف إني هنا في الرياض، وبتشرف بالجائزة، وبتشرف بوجودي هنا، وبحس إنه اللي بيحصل هنا معجزة كبيرة جداً جداً جداً، معجزة ما كانش حد يحلم بيها، ما كانش حد من صحابي اللي أنا اتربيت معاهم في شارع المانيال في الملك اللي كان اسمه الملك عبد العزيز آل سعود، كانوا أطفال صغيرين نفسهم لما يرجعوا بلدهم يتفرجوا على فيلم أو يعيشوا في مهرجان زي مهرجان الرياض كانوا محرومين منه. دلوقتي الأطفال والأجيال الجديدة اللي طلعة، طلعة وهي منفتحة، طلعة وهي حرة، هي دي الحرية، هو ده الفن اللي في عقول الحاكمين نفسهم. يعني أنا شايف إنه كل إن من يحكم لابد أن يكون عنده خيال، خيال يديه لشعبه علشان الأجيال اللي جاية تبقى عايشة سعيدة، عايشة في مجتمع منفتح، مجتمع مثقف، مجتمع حر. أنا شايف السعودية الجديدة بتبني العقول وبتبني الحضارة اللي هي مستهلاها. أنا بشكركم وبشكر الجائزة تاني وبشكر معالي الشيخ، شكرا جزيلا.